لخص لك فرجاني ساسي عاود دور كبير برشا في تنقل اللاعب الجديد بالنسبه للنادي الرياضي الاصفاقسي حمزه المسلوفي للزمالك المصري. عمل ايه؟ معلش فرجاني ساسي كان عنده دور كبير برشا. اكيد طبعا اكيد اكيد يعني معناها هذه تلخص لك كونه فرجاني ساسي وتاكد لك كونه فرجاني ساسي سيواصل مع الزمالك المصري وفرجاني سيعود للزمالك يعني وما نتصورش كونه لانه يعني قلت لك فرجاني كان عنده دور كبير برشا في كونه غلق كفه الزمالك المصري لانه حمزه المسلوسي كانت عنده بعض العروض الاخرى حتى بالنسبه لاقناع حمزه المسلوسي لانه طريقه المغادره بالنسبه لحمزه المسلوسي النادي الرياضي الاصفاقسي كانوا حمزه المسلوسي سيترك قيمه ماليه لا باس بها دايم للنادي الرياضي الاصفاقسي اللي هي في حدود تقريبا $200,000 اللي هي حمزه المسلوسي المفروض كان ياخذهم هذوما مستحقاتهم من النادي الرياضي الاصفاقسي وهو خارج حر لكن هذوما ان شاء الله حمزه المسلوسي باش يخليهم النادي الرياضي الاصفاقسي. حمزه المسلوسي سيواصل مع النادي الرياضي الاصفاقسي الى بعد عوده البطوله في تونس لانه عوده البطوله ستكون في شهر اوت القادم 2 اوت تنطلق البطوله 2 ايه؟ 2 ايه؟ 2 اغسطس اغسطس ماشي يا هيثم براحه عليا يا هيثم بقى انت مش قدامي مش عارف اتصرف معاك 2 اغسطس